السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير والمحبة مشاهدين الأحبة أينما كنتم تتابعون هذه الإطلالة من برنامجكم من عمان، ومساكم بداية أسبوع طيبة. نتمنى أن يكون هذا الأسبوع مشاهدينا أفضل عن سابقه عملا وأداء وإنجازات من خلال مختلف المواقع تشتغلون من خلالها خدمة لهذا الوطن. مشاهدينا كالعادة هذه المساحة المسائية استعراض لأهم الإنجازات، لأهم الفعاليات، ولأهم الأنشطة على الساحة الوطنية. نحاول أن نعكس لكم هذا الحراك من خلال محطاتنا الحوارية أو من خلال تقاريرنا المنوعة. حلقة الأحد كالعادة نصف ساعة، باعتبار أنكم على موعد بعد نصف ساعة من الآن مع برنامج سؤال أهل الذكر. محور هذه الحلقة إن شاء الله عن رؤية عمان 2040، بالتحديد عن ورش العمل الخاصة بتحديد الأهداف والاستراتيجيات. هذه الورش التي نظمها مكتب الرؤية ابتداء من اليوم وحتى يوم الثلاثاء. سنقف إن شاء الله وقفة مع هذه الورش المختلفة، مع نوعية المحاور في هذه الورش وطريقة وآلية عمل هذه الورش إن شاء الله مع ضيفنا الكريم في الدقائق القادمة من حلقة الليلة من برنامجكم من عمان. نشاهد إن شاء الله ملامح من هذه الورش مشاهدينا في التقرير التالي، بعدها عودة لذات الموضوع مع ضيفنا الكريم. ابقوا معنا. السلطنة تستشرف مستقبلها عبر رؤية عمان 2040. مختلف شرائح المجتمع هنا هم أساس إعداد مراحل مشروع الرؤية، فبرؤى هؤلاء تحدد الأهداف والتوجهات قبل الخروج بالصيغة النهائية. منظومة حوكمة قوية تستطيع أن نحقق من خلالها الرفاه للإنسان والمجتمع العماني وأيضا المقيم، وأيضا تساعد منظومة الحوكمة على إيجاد ومساعدة على إيجاد منظومة اقتصادية قوية تستطيع أن تمكن من الموارد المالية للدولة وتسهل بيئة الاستثمار عندنا. التنمية المستدامة للاقتصاد العماني هي تعني عدة أشياء، من ضمنها تنويع قاعدة الإنتاج الاقتصادي، توليد فرص للباحثين عن عمل، أيضا تعني إعطاء القطاع الخاص دور أساسي ومهم ورئيسي في قيادة الاقتصاد، سواء كان ذلك في توليد فرص العمل أو كان ذلك يعني دفع التنمية الاقتصادية، تنمية الناتج المحلي الإجمالي. الوضع الراهن تم تشخيصه بواقعية، فصعدت القضايا لتكون 15 قضية تمثل الأولويات الوطنية، فالدولة آمنت وما زالت تؤمن بأن المورد البشري بيده النجاح من عدمه لهذه الرؤية التي لم تغب عنها محركات التغيير العالمية، لوضع السلطنة في مسار موازي لها أو يتخطاها. محور الحوكمة والأداء المؤسسي في رؤية عمان 2040 يتحدث عن وجود نظام قضائي ورقابي وتشريعي فعال ليتناسب مع التوجهات المستقبلية للسلطنة لعشرين سنة قدام إن شاء الله. أثناء المناقشات نتكلم عن الوضع الراهن، نتكلم على النظرة للمستقبل، نتكلم على الخبرات العالمية، نتكلم على تطلعات المجتمع العماني، فنحن نحاول ندمج في هذا النقاش مختلف الجهات، مختلف الجوانب لمناقشة المحور بشكل متكامل بشكل عام. في وقت سابق أطلقت المختبرات الافتراضية، فأبرز ما رصد في مرتكز الإنسان والمجتمع، أبدى 67% من المشاركين رفضهم النمو الاقتصادي على حساب البيئة أو الهوية والتراث، و56% منهم اعتبروا توفير حياة كريمة وآمنة هي القضية المستقبلية الشاغلة للشباب. السلطنة تستشرف عقدين من الزمن عبر الرؤية المستقبلية عمان 2040 لتستكمل مسار التنمية في كافة الأصعدة، واضعة في الاعتبار التحديات والقضايا الرئيسية في المجتمع. لبرنامج من عمان، فارس بن جمعة الوهيبي، مسقط.
تحية لكم مشاهدينا من جديد، تحية لكل من ينضم إلى متابعتنا. كما شاهدنا في التقرير ملامح من الورش التي عقدت ابتداء من اليوم وإن شاء الله مستمرة حتى يوم الثلاثاء القادم. تفاصيل هذه الورش مشاهدينا حاضرة برفقة ضيفي في الأستوديو. أرحب باسمكم بالمحامي دكتور محمد بن أحمد الشحري، عضو لجنة الحوكمة والآداء المؤسسي، وهي إحدى اللجان الرئيسية لرؤية عمان 2040. أهلا بك دكتور محمد. أهلا وسهلا، حياك الله في برنامج من عمان. يعني كما شاهدنا ملامح من هذه الورش وكما تبدو الصور للمشاهد، هي جهود كثيرة تبذل أيضا لإنجاح بدايات هذه الرؤية. ما زلنا في البدايات، نتحدث عن هذه الورش، نقرب المشاهد أكثر عن نوعية هذه الورش. الحقيقة أنه تم التحضير لهذه الورش منذ فترة من خلال لجان، ذات اللجان نفسها وكذلك اللجان الفرعية، وحتى لضمان إخراج هذه الورشة وهذه الورش بالشكل المطلوب لتحقيق أهدافها. وكانت هناك جهود كبيرة جدا من المعنيين والقائمين على هذه، على الرؤية، رؤية 2040. والحمد لله اليوم كانت أول هذه الورش قيمت صباح اليوم واستمرت إلى تقريبا الساعة الرابعة مساء، وهناك كذلك فرق من الخبراء استمرت لتحليل ما تم إنجازه وتوصل إليه خلال اليوم الكامل منذ الصباح، وسيتم مواصلة هذا الطريقة إلى آخر يوم في الورش. نعم. إن شاء الله يعني خلال 3 أيام دكتور، من سيشارك في هذه الورش، أو بمعنى آخر من هم المشاركين في هذه الورش؟ طبعا هناك 3 لجان رئيسية، هي لجنة الحوكمة والأداء المؤسسي، ولجنة الإنسان والمجتمع، ولجنة الاقتصاد والتنمية. هذه اللجان الرئيسية في رؤية عمان 2040. وطبعا تم استدعاء أو اختيار، حقيقة اختيار مجموعة من المواطنين من مختلف القطاعات، من القطاع الخاص والقطاع العام ومكونات المجتمع المدني. وتم الأخذ في الاعتبار أن يشمل هذا الاختيار كل فئات المجتمع. وفيه جانب كذلك مشاركة نسائية، وبالتالي لضمان أن يتم الاسترشاد بآراء الجميع مشكلي أو مكونات المجتمع العماني بقدر المستطاع. يعني دكتور راح تناقش مجموعة من القضايا خلال هذه الورش إن شاء الله، لو تقربنا من نوعية هذه القضايا أبرزها. هي حقيقة مجموعة من القضايا في كل محور، ويتم تحليل الوضع الراهن في كل قضية، ومن ثم بعد ذلك يتم طرح مجموعة من الأسئلة وللخروج برؤية، ويترك المجال للمشاركين لوضع آرائهم بحرية كاملة ومناقشة هذه الرؤى وهذه الأفكار وآرائهم حول محور ما أو قضية ما، ومناقشتها كذلك مع الخبراء الدوليين والمحليين كذلك، ومن ثم الخروج برؤية واضحة وشاملة لكل محور. نعم، يعني من المحاور تطرحها 2040 هي الحوكمة. لماذا يعني نقول ما أهمية الحوكمة في هذه الرؤية، ولماذا تطرح الحوكمة كمحور مستقل في رؤية عمان 2040 دكتور؟ في الحقيقة الحوكمة كمصطلح هو حديث نسبيا، وارتبط دائما في بداياته، بداية ظهور بالشركات. حوكمة الشركات هذا المصطلح المتعارف عليه في البداية، وهو بالإنجليزي الكوربريت جوفرنس، وهو حقيقة تم استحداثه لمعالجة ما نتج عنه بعض الأزمات الاقتصادية التي عصفت بالعالم في التسعينات، في منتصف التسعينات، وما تلتها كذلك من أزمات. واستخدم هذا المصطلح لاحقا على المستوى الحكومات،
والقطاع العام. نعم. وبالتالي أصبح لدينا إلى جانب حوكمة الشركات حوكمة القطاع العام. فحوكمة القطاع العام يمكن تلخيص تعريف له بأنه مجموعة من التشريعات والقوانين والهياكل التنظيمية والإجراءات والضوابط التي تسنها جهة معينة لتدير من خلالها أعمالها وتحقق أهدافها. دكتور، حديثك يقودنا إلى سؤال جدا مهم. إيش نوعية القوانين والجوانب التشريعية التي يركز عليها هذا المحور؟ محور الحوكمة والأداء المؤسسي حقيقة تطرق لعدد من الجوانب القانونية، ولكن نستعرض أهمها المنظومة القضائية. سواء كان على المستوى القضاء أو المحامون أو الادعاء العام. وطبعا مثل ما ذكرت أنه يتم تحليل هذه المنظومة، واقع هذه المنظومة، واقعها من خلال مؤشرات دولية ومؤشرات محلية، ويتم وضعها أمام المشاركين ولإبداء آرائهم والخروج برؤى قد تكون يستند عليها لاحقا في وضع الرؤية النهائية إن شاء الله لعمان 2040. دكتور، في كل مجال هناك تحديات لابد أن تعيق حركة هذا المجال. بالنسبة للحوكمة، هذا الهدف السامي، إيش التحديات اللي يمكن أن تواجه؟ في الحقيقة ربما قد تكون هناك تحديات يعني واضعينها في عين الاعتبار بكل تأكيد. نعم، وهي مثلا الوعي، يعني وعي المجتمعي. الحوكمة حتى يعني كمصطلح مثل ما ذكرت هي مصطلح حديث نسبيا، وبالتالي في حتى تستطيع أن تطبق هذه الحوكمة بمبادئها لابد من توعية وتهيئة المجتمع. وحاليا هناك ترتيبات لزيارة المحافظات من خلال أعضاء اللجان، سيقوموا بزيارة خلال الأشهر القادمة إن شاء الله لشرح أهداف الرؤية والمحاور بشكل عام. نعم، يعني 3 أيام إن شاء الله مشاركين من مختلف القطاعات كما ذكرت، بوجود خبراء. نعم. أيضا. نعم. يعني يطرحون مجموعة من القضايا، يناقشونها، يحللونها. نعم. أين تكمن أهمية هذه الورش في تحديد إن شاء الله المراحل القادمة؟ نعم. أهمية هذه الورش طبعا تستهدف إلى معرفة أو إشراك المجتمع بكافة أطيافه حقيقة، لأنه في النهاية الهدف منها هو تحقيق الاستقرار والرفاه للمجتمع. وبالتالي يعني استقطاب هذه المشاركات من الأفراد من مختلف القطاعات سيحقق بالتأكيد، يعني ربما نأمل أن يحقق أهداف المرجوة من الحوكمة بشكل عام وباقي المحاور. نعم، جميل. يعني نريد أن نستشف أيضا منك حجم هذه المشاركة المجتمعية في هذه الورش. نعم. في الحقيقة في إذا رجعنا إلى الوراء قليلا في مؤتمر استشراف المستقبل. نعم. الذي عقد في ديسمبر 2017 كان حقيقة حضور مميز جدا، وكانت مشاركات فعالة وكانت نتائج جيدة جدا. المشاركة خلال اليوم في ورشة اليوم كانت كذلك جيدة جدا، حضور مميز، تفاعل كبير جدا، وكذلك حتى أصحاب السعادة رؤساء اللجان كانوا حاضرين على الطاولات ضمن المشاركين، مما أعطى زخم وحافز أكبر للمشاركة والعطاء أكثر. جميل. ماذا عن الشباب؟ هم أيضا مشاركين؟ نعم، الشباب، كل أطياف المجتمع، الشباب مشاركين، وكذلك القطاع الخاص، القطاع العام. نعم. وكذلك مكونات المجتمع المدني أيضا حاضرة. نعم. كما ذكرت، والمرأة العمانية كذلك. نعم، جميل. يعني دكتور، أنت حدثنا عن المحور الثالث، الحوكمة والأداء المؤسسي. نعم. ونتحدث بشكل عام عن المحورين أيضا الآخرين. نعم، المحورين حقيقة هي وزعت المهام على المشاركين أو الأعضاء. وطبعا المحور المتعلق بالإنسان والمجتمع يركز على ما يتعلق بحياة الفرد والرفاه
استقرار والأمان الذي ينشده في بلده، وطبعا كذلك من خلال المجتمع كذلك. أما المحور المتعلق بالاقتصاد والتنمية كذلك يعالج إن كانت هناك إشكاليات اقتصادية طبعا يحللها، ومن ثم من خلال الرؤية ومن خلال المشاركين تطرح هذه النقاط للنقاش، ومن ثم الخروج برؤية مستقبلية وحلول إن شاء الله تكون مناسبة وقابلة للتنفيذ. جميل. يعني بعد ختام هذه الورش دكتور أكيد راح يستفاد أيضا من مخرجات هذه الورش من نتائج مختلفة، ونتحدث عن المراحل القادمة أو المرحلة القادمة بعد انتهاء من هذه الورش. ستعقد هناك هذه الورش مستمرة الحقيقة، والاجتماعات مستمرة وعلى مستوى جميع المحاور، وكذلك مثل ما ذكرت هناك زيارات سيقوم بها أعضاء ورؤساء المحاور إلى المحافظات لشرح أهداف الرؤية وأبعادها وما هو مطلوب من كل فرد للمشاركة في إن شاء الله في هذه إن شاء الله المشروع. هذه الرؤية. نعم. بارك الله فيكم، شكر الله سعيكم، شكرا دكتور لحضورك معنا اليوم لتعريفنا أيضا بهذه الورش الخاصة برؤية عمان 2040. كل الشكر المحامي الدكتور محمد بن أحمد الشحري، عضو لجنة الحوكمة والأداء المؤسسي، إحدى اللجان الرئيسية لرؤية عمان 2040. شكرا جزيلا. شكرا لك. الله يخليك. نتواصل معكم مشاهدينا في محطات حلقة الليلة من برنامجكم من عمان، توثيق الحضارة العمانية عبر الكتابات الصخرية. نشاهد هذا التقرير. على امتداد هذه السلاسل الجبلية بوادي بني خروص بولاية العوابي تبدو هذه الكتابات الصخرية، والتي نوقشت لتبقى أحد شواهد التاريخ العماني المغل في القدم، حيث تعد فنا ثقافيا فريدا توثق لأهم الأحداث والقضايا لجميع مناحي الحياة في مختلف العصور. الوادي هذا يعتبر ككتاب يحوي الكثير من الكتابات، وأشياء كثيرة هامة لم تذكر في التاريخ العماني ذكرت في هذه الكتابات الصخرية. في كتابات يعني تقسم الاقتصادية وأحداث طبيعية واجتماعية، هذا أحد الكتابات السياسية، وهي يعني انتقال سيد عزام بن قيس بن عزام بن قيس بن الإمام أحمد وسعيدي، انتقل يعني من بركة إلى السيب قاصدا وادي كذا، يعني ما وضح الكتابة. فأيضا هذه الكتابات أيضا ذات بعد سياسي أيضا. هذه الكتابات الصخرية والتي تعود لمئات السنين حفظت جانبا من التاريخ العماني، وبرهنت على أن الإنسان العماني واكب كافة الأحداث والوقائع، فكانت بمثابة الديوان الذي حفظ الأحداث لعقود مضت. كتابات أيضا مثل ما نقول اقتصادية، مثل الكتابة هذه عندك كتابات أيضا تتعلق بالطقس وبالأشياء الغريبة اللي حصلت، نسحب تأرخها مثل الفيضانات، مثل البروق العجيبة اللي صارت، هذه الأمور. أيضا في بعض الكتابات اجتماعية، هذا 1174 وهنا 1200 1271 يعني تقريبا 100 سنة إلا 3 سنوات. تنوع خطوط هذه الكتابات وشمولية مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والأدبية تتطلب مزيدا من البحث والدراسة للمحافظة عليها باعتبارها إرثا وشاهدا من شواهد عمق التاريخ العماني. انتقل السيد المكرم والسلطان المعظم سعيد بن سلطان ابن الإمام أحمد البوسعيدي، هكذا عبر الأجداد عن تفاصيل حياتهم مخلفين كنزا تاريخيا متنوعا. كثيرة هي المواقع التي لا زالت تختزن الكثير،
في انتظار من سيكشف عنها. عبد الله بن عامر الويهي من قرى وادي بني خروص بولاية العوابي محافظة جنوب الباطنة. كما شاهدنا مشاهدينا في التقرير معلومات عن الكتابات الصخرية، هذه الكتابات التي تبرهن على أن عمان ضاربة في قدم التاريخ. نحاول دائما مشاهدينا في من عمان أن نعكس لكم صورة عمان المشرقة تاريخا وثقافة وحضارة من خلال مجموعة من المحطات بالإضافة إلى تقاريرنا المنوعة. هنا ختام مشاهدينا لحلقة الليلة، نلقاكم إن شاء الله غدا مع مستجدات جديدة في الساحة الوطنية. دمتم بخير، إلى اللقاء.